وبتحليل واستقراء مجريات نتائج الانتخابات الأخيرة في مختلف مراحلها تبرز خلاصتان أساسيتان. أولهما تهم طبيعة الصراع أو التناقض الرئيسي القائم، والذي لا يبدو أن هناك في الوقت الراهن ما يصوغ تحديده فقط في الصراع بين أنصار الجمود والمحافظة من جهة وأنصار التقدم والديمقراطية من جهة أخرى. ذلك أن الصراع الجلي والواضح الذي انطلق منذ سنة 2009 ولا يزال يحتدم هو صراع بين قوى التحكم والاستبداد التي تستعمل كل الوسائل لإضفاء صفة الحداثة والديمقراطية على نفسها من جهة، وبين أنصار التقدم والديمقراطية ومحاربة الفساد ونحن منها من جهة ثانية.